المتاحف المصرية في العموم لها تاريخ طويل. اهتمام المجتمع المصري واهتمام المسؤولين بوجود متحف يضم الحضارة المصرية عبر عصورها اختلف فترات تاريخية مختلفة. كان في خطة، واحنا فتحنا حوالي 11 متحف في السنتين السابقين، والخطة كمان بتاعة 2019 فيها أكتر من متحف. احنا عندنا متحف شرم الشيخ، متحف كبير جدا ومحتاج ملايين، فكانت الخطة ان احنا نبدأ العمل بيه تدريج زي فيز 1 فيز 2. فعندنا قاعتين ان شاء الله في شرم الشيخ، وعندنا متحف كفر الشيخ ده مقفول برضو تحت الانشاء، وده شركة المفروض المحافظ السابق سيادته كان معتمد 30 مليون، وكان في بروتوكول عشان الاستكمال الاعمال بمتحف كفر الشيخ. عندنا متحف اسوان بجزيرة الفنتين، ده متحف حلو جدا، ده كان بيت الراجل المسؤول الري في الوقت ده، فده هيترمم برضو وان شاء الله يفتتح اخر العام. عندنا متحف بالتعاون مع القطاع الخاص، وده ناجي جديد جدا في الوزارة. معالي وزير الآثار بيطور الفكر او سياسة الوزارة، فكان في تعاون مع القطاع الخاص، ودي اول مرة بقى القطاع الخاص نشارك فيه، بان هو القطاع الاعمال والقطاع الخاص الاثنين هيدوا حق، يدوا مبنى مكتمل بكل المعاني المتحفية السليمة، ان هو يبقى متحف للغردقة ان شاء الله. انا غيورة على المتاحف المصرية، ولاني انتقلت في اكثر من دولة سواء للتدريب سواء للعلم لدراسة او كخبير، فكنت بشوف المتاحف قد ايه بتبقى من المتاحف الكبيرة زي اللوفر متروبوليتن. مش بكلم في السياحة دلوقتي، انا بكلم على المجتمعات بتاعتهم اللي بتهتم بزيارة المتاحف. فانا حلمي ان انا اشوف المتاحف المصرية مكتظة بالمجتمع المحلي. المتاحف الإقليمية زي ما قلنا إن تاريخها بيبدأ من وزارة المعارف 1911 14 34، كان بدأت الفكرة هي وزارة المعارف، وبعد كده المحافظات، المحافظ نفسه يفكر يعمل متحف في الإقليم بتاعه، بعد كده هيئة الآثار المصرية اللي تبنت الفكرة تعمل مجموعة من المتاحف. فكان الهدف من المتحف الإقليمي إن هو يعرض مجموعة من القطع الأثرية اللي بتختلف لمختلف العصور عشان يدي نبذة الحضارة المصرية لأهل الإقليم.